السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ النهاردة مع بعض ان شاء الله هنبدأ هنكمل جزء الباثولوجي في سلسلة انجوي ميديسن. كنا بدأنا محاضرة الاستيومايلايتس الاسبوع يوم الجمعة، النهاردة ان شاء الله هنكمل الاستيودستروفي. لو في حاجة في المحاضرة اللي فاتت مش واضحة او محتاجين نبسطها مع بعض ياريت تعرفونا. في كام نقطة ان شاء الله هنتكلم عليهم في اخر الفيديو، بس نخلص الاول الموضوع بتاعنا وان شاء الله تبقى الدنيا سهلة ولذيذة مع بعض. يلا نسمي بسم الله كده، هنبدأ مع بعض الاستيودستروفي. عايزين نعرف يعني ايه اصلا عنوان المواضيع اللي احنا هنتكلم عنها. استيو خلاص عرفنا ان هو يعني بون، دس يعني باد. اسمي بقى نختار يعني باد، تروفي يعني ديفلوبمنت يعني مشاكل في البون ديفلوبمنت. اوستيودستروفي يعني مشاكل في البون ديفلوبمنت. فهو بيقول لك هنا ان هو الديفينيشن عباره عن ايه، جروب اوف بون ديزيز كاركترايزد باي ديستربانس في الجروث في الديفلوبمنت في الكالسيفيكيشن. المشاكل دي سببها ايه؟ ابنورمال ميتابوليزم ونيوتريشن. يبقى الاوستيودستروفي مشاكل في البون ديفلوبمنت، المشاكل دي بتتميز بديستربنس في الجروس في الديفلوبمنت في الكالسيفيكيشن بسبب ابنورمال ميتابوليزم اند نيوتريشن. الاربع ديزيز اللي هنتكلم عنهم فايبرس ديسبليجيا، باجيتس ديزيز، اوستيوبروزس او اوستيوبينيا، واوستايتس فايبروزا سيستيكا. هنبدا اول حاجه بالفايبرس ديسبليجيا. يعني ايه فايبرس ديسبليجيا؟ فايبرس يعني فايبر، كونكتيف تيشو عارفينه. ديسبليجيا احنا قلنا ديس يعني بيت، لسه قايلها فوق السافكس معنى بيت. بليجيا يعني فورميشن، يعني دلوقتي المشكله هتبقى هنا في ايه، في الفورميشن في الديفلوبمنت. يبقى هي عباره عن مشاكل في تكوين البون. ايه اللي هيحصل؟ هي الاول بناين كونديشن، ما وصلتش لمرحله انها تبقى مالجنت. يبقى الديسبليجيا هنا بناين كونديشن. ايه اللي حصل؟ عندي البونه في حته منها هتبقى عباره عن فايبرس كونكتيف تيشو. تمام، احنا اخدنا النورمال ستراكشر والتكوين بتاع البون، وكنا اخدنا ان البون عباره عن سيل وماتريكس والماتريكس اورجانيك وان اورجانيك. كل التكوين ده والحاجات دي احنا اخدناها في الانترودكشن مش هنتكلم فيها، بس هنا محتاجين نعرف ان انا الديزيز ده بيأثر على لوكالايزد اريا بقت عبارة عن فايبرس كونكتيف تيشو. تمام كده، الفايبرس كونكتيف تيشو دوت في البونة كلها ولا في حتة بس؟ لا ده في حتة بس، يبقى لوكالايزد اريا. طب بناين كونديشن ولا مالجنانت؟ لا ده بناين. الشكل بتاعها بيبقى وورلد باترن حلزوني، عبارة عن ترابيكلي اوف اوفن لوز بون. البون بيبقاش واخد شكل الهافيرجن سيستم والهافيرجن كانيلز والحاجات اللي شرحناها قبل كده اللي كانت في الانترودكشن. لا الشكل هنا مش واخد النورمال باترن، لا ده هي عباره عن كونكتيف تيشو حلزوني وورلد شيب ترابيكلي اوف اوفن لوز بون بالريجولار مانر. الطريقه بتاعتها الريجولار، ما هيش هافيرجن سيستم وهافيرجن كانيل. طب بتأفكت انهي ايج؟ لا ده بتيجي في اي عمر وفي اي عظمه. مثلا مش هنقول اللونج بون او الفيرتيبري زي ما كنا بنتكلم في الاوستيومايلايتس كنا ديزيز اوف اللونج بون، لا هنا بيجي في اي عظمه. طب بيأثر على كم عظمه؟ بيقول لك ان هو ممكن يبقى مونوستاتيك او بوليستاتيك او البرت سيندروم. مونوستاتيك يعني بيأفكت وان بون اونلي، وان بون عظمه واحده. البوليستاتيك اكتر من وان بون، بس مش كل العظم كله، not all bones، مش كل العظم، يعني بياخد اكتر من عظمة 3 4 5 بس. ضرب الجسم كله؟ لا ما ضربش العظم كله. الالبرت سندروم اي سندروم بتبقى عبارة عن اكتر من حاجة. هنا الالبرت سندروم عبارة عن بوليستاتيك بون افكشن كفيه لي ماكولار باتش او سبوتس، يعني الجسم من بره عليه بطش كده لونها بني فاتح. الماكيول يعني تغير في اللون من غير ما يحصل إليفيشن أو ديبريشن، لأ هو اللون بس هو اللي متغير بقى لونه بني فاتح. كافيه أولي يعني قهوة بلبن، اللون بتاعها بقى بني فاتح كده.
زائد في اندوكراينال ديس اوردر وكان في سيكشوال ديس اوردرز. يبقى الالبرت سندروم عباره عن بوليستوتيك بون ديزيز ومعاها باتش ماكيولار باتش ومعاها اندوكراينال ديس اوردر. الكلينيكال بيكتشر والميكروسكوب الجروس بيكتشر والميكروسكوبيك بيكتشر. واحنا بيهمنا في الباثولوجي ان انا اعرف شكلها في الجروس بيكتشر وفي الميكروسكوبيك بيكتشر. احنا قلنا ان هي البونه اهي حصل هنا لوكالايزد اريا اوف فايبرز كونكتيف تيشو. دي جزء المظله ده وده جزء الكورتكس. انا هنا المظله بتدخن على حساب مين؟ على حساب الكورتكس. يبقى هنا الكورتيكال اريا الكورتكس ها ودي المظله. الكورتكس بيحصل لها ثيننج. المظله عماله تكبر بروليفريشن كتير للفايبرس تيشو على حساب الكورتكس. فالكورتكس هنا حصل لها ثيننج. طب المظله عمال يحصل فيها بروليفريشن للفايبرس تيشو. بيقول لك الفايبرس تيشو ده بيبقى شكله جراي وجريتي سنسيشن. يعني لو انت بتقطع فيه كده هتحس ان هو هارد جريتي سنسيشن كده. يبقى الجروس بيكتشر الكورتكس والمظله. يعني انا لو بصيت جروس بيكتشر يعني لو انا البونه قدامي اهي وانا بصيت عليه ادي الكورتكس وادي المظله. الكورتكس هلاقيها حصل لها ثيننج. المظله بقت فايبرس بروليفريشن كلها فايبرس كونكتيف تيشو وبقت شكلها جراي وجريتي سنسيشن. طيب الميكروسكوبيك بيكتشر واللي تهمني اكتر اعرفها الشكل بتاعها عباره عن ايه؟ فايبروبلاستيك تيشو. تمام الفايبروبلاستيك تيشو احنا لو جينا نمشي عليها كده قولي دي نغير بس اللون شكلها وورلد شيب. وورلد يعني حلزوني. اشكال مختلفه. الترابيكل بتاعتها الريجولار اهو مش واخده شكل معين. بيقول لك ان انا الاشكال دي يعني الشكل اللي انا بحدد عليه ده ممكن يبقى شكله شبه الفيش هوك. تبقى عامله كده صح او بيشبه تشبيه تاني تشاينيز لتر شبه الحروف الصيني. تبقى حروف كده يعني ملهاش يعني ده يبقى شبه التشاينيز ليتر. اوكي يبقى انا عندي الميكروسكوبيك بيكتشر عباره عن فايبرس كونكتيف تيشو لوز وورلد شيب الريجولار كيرفد ترابيكولي. قدامي اهوت الريجولار كيرفد واخده شكل الفيش هوك او التشاينيز ليتر. بيقول في كلمه مهمه كاركترستيك للاوستيودستروفي في الديزيز ده ان انا ما عنديش اوستيوبلاستيك ريمينينج. يعني ايه اوستيوبلاستيك ريمينينج؟ يعني احنا كلمه اوستيوبلاستيك ريمينينج يعني اوستيوبلاست بتحوط الاوستويد. يبقى ما فيش اوستيوبلاستيك ريمينينج يبقى ما فيش اوستويد متحوط بالاوستيوبلاست. ده معناه ان فيه ديفكت في البون فورميشن في البون ماتوريشن. يبقى ما فيش اوستيوبلاستيك ريمينينج ما فيش اوستيوبلاست حوالين البون اللي بيتكون. الاوستويد ده ما حولهوش اوستيوبلاست. طالما الاوستيوبلاست مش موجوده الاوستويد مش متحول بالاوستيوبلاست يبقى انا عندي مشكله هنا في البون فورميشن وماتوريشن ولا عندي مشكله. يبقى دي حاجه كاركترستيك في الديزيز. ممكن اجمع الجروس بيكتشر والميكروسكوبيك بيكتشر في حرف الجي ازاي؟ مثلا انا عندي الجروس بيكتشر فيها معلومتين جراي وجريتي. ما انا اكيد مش هنسى الفايبرس بروليفريشن مش هنسى الفايبروبلاستيك تيشو لان هو الديزيز ذات نفسه اسمه ايه؟ فايبرس ديسبليجيا. مشكله في تكوين البون حصل فيها نتيجتها فايبرس كونكتيف تيشو تكون. فانا اي كلمه قبل ما افتح بقي هقول كلمه فايبرس تيشو. هنا هقول فايبرس بروليفريشن هنا هيقول الفايبروبلاستيك تيشو. يبقى انا عندي في الجروس بيكتشر الكلمتين الجداد جراي وجريتي حرف الجي. طب في الميكروسكوبيك بيكتشر حرف الجي ده هقسمه لجزئين ادي سي اهي والهوك كده.
الهوك ده اللي هو الفيش هوك ابيرنس. طب ال سي تشاينيز ليتر، تشاينيز ليتر، تمام كده. يبقى انا كده جمعت الكورس بيكتشر والميكروسكوبيك بيكتشر. هيسألني على الاوستيوبلاستيك ريمينينج، انا لازم ابقى عارف ان مفيش اوستيوبلاستيك ريمينينج، تمام كده. يبقى حرف جي جمعت فيها الجروس بيكتشر والميكروسكوبيك بيكتشر والاوستيوب والفايبرز بروليفريشن والفايبروبلاستيك اكتيفيتي، الفايبروبلاستيك تيشو كده كده. انا اي كلمه قبل ما اقول هقول فايبروبلاست، فايبروبلاست هقول فايبرز تيشو، تمام كده. يبقى الديزيز او الديزيز اتكلمنا عنه الفايبرز ديسبليجيا، قلنا ان انا حصل مشكله في الفورميشن، اللي حصل ان انا في لوكالايزد اريا مليتها فايبرز كونكتيف تيشو، تمام كده. الفايبرس كونكتيف تيشو ده الاريا دي بقى شكلها ايه؟ بقى وورلد شيب ترابيكلي فيها الريجولار، واداني شكل التشاينيز ليتر او الفيش هوك، تمام كده. بتيجي في اي عمر، في اي بونه؟ طب في العظم كله ولا في حاجه معينه؟ لا، ده قالك ان هي تبقى مونوستاتيك او بولوستاتيك او البرت سندروم. المونوستاتيك يعني بونه واحده، طيب البولوستاتيك يعني اكتر من وان بون بس مش كل البون. الالبرت سيندروم لا، بولوستاتيك كفي اولي باتش في اندوكراين ديس اوردر وسيكشوال ديس اوردر. جينا نتكلم على الجروس بيكتشر والميكروسكوبيك بيكتشر. الجروس بيكتشر انا هبص على العظمه اشوف كورتكس ومظله، الكورتكس هلاقيها ثن، المظله هلاقيها فيها فايبرز بروليفريشن وكلمتين بحرف الجي جريش وجريتي سنسيشن. الميكروسكوبيك بيكتشر كده كده هقول فايبروبلاستيك تيشو، الفايبروبلاستيك تيشو ديت شكلها عامل ازاي، وورلد شيب الريجولار كيرف ترابيكولي، مش بتبقى واخده شكل الهافيرجن سيستم والهافيرجن كانال والشكل النورمال اللي احنا واخدينها ليه، لا هي الريجولار كيرف ترابيكولي. شكلها ايه الترابيكولي دي؟ زي ما قلنا ده فيش هوك ابيرنس. الحروف دي لو جينا نبص لها كده بشكل وعملت زوم اوت كده وبصيت عليهم كده وهما منحكشين كلهم، تبقى شبه التشاينيز ليتر. الاوستيوبلاستيك ريمينينج موجوده ولا لا؟ مش موجوده، ودي حاجه كاركترستيك للفايبرس ديسبليجيا. طيب لو جيت اتكلم على الكومبليكيشن، الكومبليكيشن بتاعتنا هتبقى ايه؟ هتبقى إيه زي ما بنقول اي ديزيز بيجي في بون هيعمل لها ايه؟ باثولوجيكال فراكشر، باثولوجيكال فراكشر والبون ديفورميتي او سكيليكال ديفورميتي، اكتبهم في اي ديزيز ان شاء الله يطلعوا صح، تمام كده. هندخل على تاني مرض اللي هو الباجيتس ديزيز اوف بون او الاوستايتس ديفورمانس. باجيتس ديزيز او اوستايتس ديفورمانس، اوستايتس يعني في ايتس قلنا يعني انفلاميشن، في انفلاميشن في البون عامل دي فورمانس، دي يعني قلنا مشاكل في الشكل بتاع البون، عشان المرض ده بيعمل في النهايه سوفتنينج وبونينج في الليجز مثلا، فيبقى الرجل كده مقوصه لبره، فدي ديفورمانس الشكل اختلف اهو، حصل سوفتنج في البون وحصل لها بوينج تقوس العظم لبره كده. يبقى الديزيز ده الديفينيشن بتاعه هو اصلا عباره عن مشاكل في الاوستيوكلاست والاوستيوبلاست بيتخانقوا مع بعض، مره الاوستيوكلاست نشاطها تزيد، مره يحصل اوستيوبلاست اوستيوكلاستيك اكتيفيتي عماله تعمل بون ريزوربشن وعماله تاكل في البون، وبعدين يحصل الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست مش عارفين يعملوا بالانس مع بعض، وبعدين يحصل من كتر ما في بون بيتكون يحصل اوستيوسكليروتيك اكتيفيتي. فهو احنا هنشرح ده دلوقتي، فهو الديفينيشن مجمع كل اللي بيحصل، بيقول لك ان هو اوستيوليتيك اند اوستيوسكليروتيك بون ديزيز اوف انون ايتيولوجي. الباجيتس ديزيز مرض مش عارفين الايتيولوجي بتاعه إيه، وده هيخلينا اي مرض مش عارفين الايتيولوجي بتاعه نعمل له ثيوريز، الكوز بتاعه تبقى ثيوريز، احنا اصلا مش عارفين ايه اللي بيعمله. إيه بيجي في كام عظمه؟ بيقول لك ان هو يبقى مونوستاتيك او بلوستاتيك. طب بيجي في انهي ايج؟ في الاولد ايج، في الميلز اكتر من الفيميلز. الايتيولوجي بتاعه زي ما قلنا ثيوريز، لا اما فايرال ثيوري بيقول لك ان بيحصل فايرال انفكشن في الاوستيوكلاست، فده جاي يبقى عامل لي كلمه ايه؟ اوستايتس انفلاميشن، انفلاميشن بفايرال انفكشن او اي حاجه احنا مش عارفين السبب بتاعها، لازم نرجعها للانهيرتنس والجينيتك سسبتابيليتي. يبقى احنا هنا بنقول اوتوزومال دوميننت، حتى دوميننت من ديفورمانس بحرف الدي، دي مع دي اوستايتس ديفورمانس تبقى اوتوزومال دوميننت.
inheritance و genetic susceptibility. حاول تعلم الكلام عشان الواحد بينسى في الامتحان، احنا بننسى. ال clinical picture احنا قلنا ان المرض ده لاما monostatic او polystatic. خلي بالك ان المرض ده بنتكلم فيه عن حاجتين، يعني كل حاجة بنقسمها اتنين ما عدا ال stage بتاعته 3 stages. تمام، يعني هو له اسمين وله نظريتين، تو ثيوري والكلينيكال بيكتشر بتاعته بتتقسم لحاجتين وثلاثة ستيجز، تو نيمز تو ثيوري تو كلينيكال بيكتشر، ثلاثة ستيجز. خلاص اتكلمنا عن الثيوري، هنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر. بيقولك هو مونوستاتيك ولا بوليستاتيك. لو مونوستاتيك يعني عظمة واحدة بس اللي حصل لها افكشن، يبقى اسمتوماتيك، مش عارف من اي سيمتوم، بنكتشفه انسيدنتالي. لو مثلا بعمل اكس راي او حاجة فهعرف ان هو في العظمة دي فيها باجيتس ديزيز. طيب البوليستاتيك، لا البوليستاتيك مور وايد سبريد، موجود اكتر سيمتوماتيك، ما انا عندي اكتر من عظمه فيها افكشن، فيها سوفتنينج، فيها بوينج، مش معقول مش هتبقى سيمتوماتيك، هتعمل بين. احنا قلنا باثولوجيكال فراكشر وسكيلتال ديفورميتي ديت ثابتين معانا اصلا، واللي ممكن يحصل ساركوماتس ترانسفورميشن، ممكن تتحول الاوستيوسكولوروسيس ده يتحول لساركوما. تمام كده، يبقى الكلينيكال بيكتشر على حسب انا مونو ولا بولو ولا بولي. هنتكلم بقى على الحاجة المهمة بالنسبة لنا، الميكروسكوبيك بيكتشر. هو عبارة عن ثلاثة ستيجز، انيشال اوستيوليتيك ستيج، وزي ما قلنا احنا مش عارفين الديفينيتيف كوز، مش عارفين السبب الاصلي اللي يزود الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، غير ان احنا عملناها جينيتيك سسبتابيليتي او فايرال انفكشن في الاوستيوبلاست. فاحنا هنا بنقول الستيج الاولى انيشال اوستيوليتيك ستيج، الاوستيوكلاست عددها بيزيد. لما الاوستيوكلاست تزيد، الاوستيوكلاست عماله تعمل ايه؟ بون ريزوربشن، عماله تعمل تاكل في البون، فهيحصل اريا اوف اوستيوكلاستيك ريزوربشن. بعدين يحصل بعدها ميكسد اوستيوليتيك اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. المفروض انا عندي الاوستيوبلاست بتبني والاوستيوكلاست ايه بتاكل، دي تبني ودي تاكل، بس الاثنين بريجولر مانر، طريقه منظمه، طريقه طبيعيه. لكن اللي بيحصل هنا غير طبيعي، الاوستيوكلاست نشاطها زايد، الاوستيوبلاست نشاطها قليل، ففي النهايه هيحصل امبالانس ما بين البون فورميشن والبون ريزوربشن. هنا في زياده في البون ريزوربشن، وهنا نقص في البون فورميشن. ده مش النورمال بتاعهم، هنا الاوستيوكلاست كتير وهنا الاوستيوبلاست قليل، هنا كتير هنا قليل، فبيعمل امبالانس. ده مش الطبيعي، انا الطبيعي ان الاوستيوبلاست تبني، بس البناء بتاع الاوستيوبلاست مش بيبقى متهندس قوي، فتيجي الاوستيوكلاست تسويه، تهندس اللي اتبنى. دي المهندسة بتاعت الاوستيوبلاست، تاكل الزيادة من هنا، دي السيل دي مش مظبوطة، لا مش عارفة الماتريكس دي مش عارفة فيها ايه، هكذا. فالاوستيوكلاست بتاكل بس بطريقة فسيولوجية، بتظبط اللي الاوستيوبلاست بتعمله. اللي مش طبيعي هنا ان الاوستيوكلاست بتاكل وخلاص، عددها كتير جدا، فبينتج عنها اوستيوليتيك ليجن، لكن في الطبيعي ميبقاش فيه اوستيوليتيك. يبقى هنا الستيج دي عباره عن ميكسد اوستيوليتيك اوستيوبلاستيك ستيج، امبالانس ما بين الاوستيوكلاست والاوستيوبلاست، بتديني في النهايه موزايك ابيرنس، حته فيها اسكليروزس، حته فيها الاوستيوليتيك ليجن، وحته فيها نورمال بون، او بنقول عليه ليكسو بازل، شكل البازل مدينا سيمنت لاين. يبقى انا عندي هنا اتنين باترن مهمين، موزايك ابيرنس او الليكسو بازل. الليكسو دوت كان الشكل المنشار، الاول منشار استخدموه تقريبا في تقطيع البازل. تمام كده، تالت ستيج كويسنت اوستيوسكليروتيك ستيج، من كتر ما المرض ده مكمل معايا قعد سنين، حصل افتر ماني ييرز حصل مور اند مور بون فورميشن، بون كتير اتكون، حصل اوستيوسكليروسيس، كومباكت بون، كومباكت دنس بون، في النهايه عمل لي اوستيوسكليروسيس، اللي هو في التعريف فوق خالص قال لك ايه، اوستيوليتيك اند اوستيوسكليروتيك، اوستيوليتيك اند
اوستيوسكليروتيك بون ديزيز. يبقى انا عندي المرض اسمين، اتنين سيرو فيرال وجينيتك. كلينيكال البكتشر على حسب هو مونو ولا بولي. 3 ستيجز، انت لو جمعت دول في ستيكي نوت عندك جنب الديزيز في الكتاب الموضوع خلص، الباجيتس ديزيز خلصت. الكلام سهل بس انت محتاج تسكمه في دماغك بطريقة صح. طب احنا لو جينا نقول هنا المشاكل بتاعه الباجيتس ديزيز هتبقى ايه؟ الكومبليكيشنز اللي بتحصل في البوليستوتيك ستيج او البوليستوتيك طيب، ايه بين، ايه باثولوجيكال فريكشر، سكليكال ديفورميتي، ساركوماتس ترانسفورميشن. كده كده اتزنقت باثولوجيكال فريكشر وسكليكال سكليتال ديفورميتي. اوكي ان شاء الله تبقى الدنيا سهله. تالت حاجة معانا الاستيوبروزيس او الاستيوبينيا، هشاشة العظام، وده يعني كومون جدا في الاولد ايج. يعني اهالينا ربنا يحفظهم، تيتا جده يقول لك ايه ده، رحت لدكتور العظام وقال لي ده عندي هشاشة. يبقى ده كومون كلينيكال سندروم كاركترايزد باي كوانتيتيف ريدكشن في البون تيشو ماس. كثافة العظام ذات نفسها البون دينستي قلت، بتأفكت مالتيبل بون. يبقى عبارة عن common clinical syndrome characterized by quantitative reduction في البون تيشو ماس. التكوين بتاع البون النورمال ما عادش بيحصل، الاوستيوبلاست خلاص عجزت، ما عادش بيحصل تكوين للاوستيوبلاست كويس، فالاوستيوبلاست بتقل، يبقى بناء البون بيقل، الريزوربشن بتاع البون بيزيد. يبقى انا عندي كده quantitative reduction في التيشو ماس بتاعتي. كوانتيتي وكواليتي، كوانتيتي يعني نقص في الكمية، انا الريزوربشن بيزيد والبناء بيقل، فكده الكمية بتاعتي التيشو ماس بتاعتي بتقل، عشان كده بقول كوانتيتيف. الاسباب بتاعته ايه؟ زي ما قلنا في الاولد ايج السينيتي، الاولد ايج نقص الموبيليتي، نقص الموبيليتي لان الماسل لما بتتحرك هي عاملة اتاتشمنت على مين؟ على البري اوستيوم اللي بره ده. البري اوستيوم اما التندون بتاع المصل يشد عليها ده يا جماعه يعني سبحان الله بيعمل اكتيفيشن الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، يعمل بون جديد. تخيل واحد ما بيتحركش، يبقى الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي طبيعي بتقل الاوستيوبلاست، فيزيد البون ريزوربشن. البوست منوبوزال عشان خاطر نقص الاستروجين، البرولينج كورتيكوستيرويد او الكوشنج سندروم. الكومبليكيشن مش هنكلم فيها زي ما قلنا، باثولوجيكال فريكشر، سكيليتال ديفورميتي، هنا اصلا بيبقى فيه سوفتنينج في البون، فبيحصل كيفوزس البون اصلا. الناس الكبيره تحسها كده مكتبه لقدام، يعني دي حاجه برضو بنشوفها. الاوستيوبينيا او الاوستيوبروزيس فده مرض يعني منتشر حوالينا كتير، فكلنا عارفينه، ربنا يعافي الجميع يا رب. رابع ديزيز الاوستيتس فايبروزا سيستيكا. اوستيتس فايبروزا سيستيكا يعني ايه؟ اوستيتس فايبروزا سيستيكا ده عبارة عن في له اسم تاني اسمه فون ريكلين هاوسنج ديزيز، حاجة زي كده يعني. ده بيحصل ديكالسيفيكيشن وبون ريزوربشن. يبقى المرض ده بيحصل فيه ديكالسيفيكيشن وبون ريزوربشن. يحصل فايبرس ريبليسمنت وسيست فورميشن. من اسمه يا جماعة فايبروزا اوستيتس فايبروزا، يبقى فايبرس وسيستكا يعني في سيست فورميشن. صح كده، الاسم بتاع الديزيز هيتكلم عن الديزيز، مش الاسم من ناحيه والديزيز من ناحيه. السيست هنا بيبقى اسمها براون سيست. تمام كده، يبقى الاوستيتس فايبروزا سيستيكا عباره عن ديكالسيفيكيشن وبون ريزوربشن. البون ريزوربشن ده حصل ايه؟ حصل فايبرس ريبليسمنت للنورمال تيشو وكون عندي سيست.
السيست دي براون سيست، مش كاتب البراون سيست دي في الكتاب غالبا. يبقى اوستيتس فايبروزا سيستيكا دي عبارة عن سيست فورميشن وفايبرس تيشو. السبب بتاعها ايه؟ سيفير برولونجد اوفر برودكشن اوف الباراثايرويد هرمون، زيادة الباراثايرويد هرمون من الباراثايرويد جلاند، لاما الهايبر باراثايرويدزم ده لاما يبقى برايمري او سكندري. في الديزيز ده هو اكتر برايمري. السكندري يعني سكندري مثلا لحاجة هي اللي عملته، مش المشكلة في الباراثايرويد جلاند نفسها، ده المشكلة حصلت سكندري لديزيز تاني زي الرينال ديزيز مثلا. يبقى انا عندي الديزيز ده مشكلته الباراثايرويد هرمون، الباراثايرويد هرمون ده زايد جدا. لما الباراثايرويد هرمون ده زايد جدا بسبب ايه؟ بسبب ان عندي هايبر باراثايرويدز برايمري، الكوز بتاعي برايمري. الكلينيكال بيكتشر مفيش جديد، الباثولوجيكال فراكشر سكيليتال ديفورميتي جوينت بين ديسفانكشن. احنا كده خلصنا الاوستيتس فايبروزا سيستيكا، مرض الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون هو المسؤول عن الكالسيوم اصلا في ميتابوليزم في الجسم بتاعنا. كده احنا خلصنا الفور ديزيزز. اتمنى يبقى كل حاجه واضحه. كنت اتمنى اشرح الباراثايرويد هرمون ودوره في الكالسيوم ريجوليشن، بس هو اصلا مش متكلم عنه في الكتاب. اتمنى ان هو يكون اتشرح في حاجه قبل كده. ومش وقت وانا ادوشكم بيه، كفايه اللي عليكم. فان شاء الله يكون اتشرح، اكيد ممكن تكونوا اخدتوه في الانترودكشن او حاجه. يبقى كده اتكلمنا عن الفايبرس ديسبليشيا، باجيتس ديزيز، الاوستيوبوروزيس، الاوستيتس فايبروزا سيستيكا. كنت عايزه اتكلم معاكم بقى في كام حاجه، كام نقطه كده. اول نقطه كنا عايزين نتكلم ان احنا الدكاتره بصوا يعني الجوي ميديسن ده احنا عاملينه عشانكم، يعني احنا اخواتنا قدكم. فوصلنا ان الموضوع معاكم صعب، الامتحانات ما بتحلوش فيها كويس، ما بتبقوش فاهمين مثلا الفارما والبوسو كويس. الحاجات اللي فيها فهم دي قالوا ان انتوا في الموديولات اللي فاتت كنتوا بتبدلوا اجابات، اجابه مكان اجابه من كتر ما انتوا مش فاهمين او حافظين الاجابه مش فاهمينها صح. فقررنا نساعدكم. انتوا بتطلبوا مننا اكتر من مادة، يعني بعد ما دكتور محمود شرح الفارما كم حد بعد، احنا كنا عاملين حسابنا على الفارما والباثولوجي، فارما والباثولوجي والفسيولوجي. الفسيولوجي فارما وباسو وفسيولوجي. بكل صراحة الفسيولوجي كده كده دكتور هاني ودكتور سند يعني جزاهم الله خيرا بيعملوا فيه الواجب وزياده. ليه الثلاث مواد دول اصلا؟ ليه الثلاث مواد دول بيكملوا معاكم؟ فخلاص دكتور هنا ودكتور سند مغطين دول كويس جدا. يبقى فاضل الباثولوجي الفارما والباثولوجي. دكتوره زينب قالت ان هي هتجهز البي دي افات او المذكرات اللي هيتشرح منها، ودكتور محمود هيساعدنا في الفارما وانا هساعدكم في الباثولوجي. في ناس طلبت مواد تانية كتير، يعني في ناس طلبت الاناتومي، المايكرو، البارا، البايو. انتوا كده يعني مش بتتعاملوا بعقلانية اكتر، يعني ايه؟ احنا بنساعدكم في المواد اللي فيها فهم. ما تجيش مثلا تقول محتاج اشرحوا لنا المايكرو، اشرحوا لنا البارا، اشرحوا لنا مش عارف ايه. احنا عندنا حاجات تانية بنعملها، واحنا بنعمل الموضوع ده كمساعدة لكم. انتوا ممكن تجيبوا مثلا حاجه انتم مش فاهمينها في البرا، قولوا المحاضره دي احنا مش فاهمينها، البرازيت دي احنا مش عارفين نفهمها، ليه حصل كذا، ليه ما حصلش كذا، نحاول نفهمها لكم. محاضره الاناتومي دي تقيله، مش عارفين نحفظها، مش عارفين نفهمها، نساعدكم فيها. لكن ما تطلبوش الماده كلها، يعني اطلبوا جزء منها عشان خاطر احنا نقدر نكمل ونقدر نفيدكم كلكم. تتفقوا على حاجه انتم مش فاهمينها وهي فعلا صعبه فنبسطها مع بعض عشان خاطر بس انتم تستفادوا واحنا كمان نقدر نكمل معاكم ان شاء الله. تاني حاجة احنا بيهمنا نعرف الفيدباك بتاعكم عن المحاضرة. ليه؟ ده بيدينا انطباع ان نكمل نجوءن نستمر ولا نستوب. انتوا فعلا بتستفادوا ولا الموضوع ملوش لازمة والموضوع بياخد من وقت في تحضير المحاضرة والشرح، وان احنا نخصص وقت ان احنا نشرح في المحاضرة. فده بالنسبه لنا يعني مش بالسهل ان احنا نشرح المحاضره. فمحتاجين ان احنا نبقى فاهمين ان انتوا فعلا بتفهموا مننا، ان الموضوع بيفيدكم عشان نقدر نكمل.
الموضوع لو مش فارق معاك او مش بتستفادوا قولولنا، خلاص يعني هنوفر وقتنا ومجهودنا لحاجة تانية نحاول نساعدكم بيها برضو. إيه تالت حاجة، الناس بقى اللي بتقولك ايه رمضان ومش هذاكر، لا يا جماعة، رمضان المذاكرة فيه جميلة جدا جدا جدا، خصوصا لو فاطر او صايم. إيه عادي كنا بنذاكر في وقت الصيام، وربنا بيبارك في الوقت، الواحد يصحى يصلي ركعتين الصبح، يبقى طبعا اكيد مصلي الفجر، يصحى يصلي الضحى، يصلي الظهر، واتفر هو هيصحى امتى وهيصلي ايه، ويقرأ القرآن اللي عليه ويسمي الله ويقعد يذاكر. فيها ايه يعني لما ذاكر في رمضان؟ والله بجد ربنا بيعين، انت بس تبقى يعني محدد يومك ايمتى، هتمشي ازاي، عندك كلية، عندك محاضرات ايه، هتذاكر ايه. فرمضان الوقت فيه فيه بركة جدا، وبعدين انت يعني انت في طاعة عظيمة لربنا، فربنا والله العظيم بجد بيعين. ودايما تبقى مستحضر النية ان انت علم ينتفع به، ان انت بتذاكر عشان خاطر ان المعلومات دي كلها اوكي عايزها للامتحان، بس والله العظيم كل المعلومات دي انتوا بتحتاجوها بعدين. بلاش تبقى انت كاره حاجة ويبقى عندك منها تروما كده ان انت بتحبش الحتة دي، انت كده كده الحتة دي هتظهر لك 10,000 مرة بعدين. مش احنا مثلا مش في ابتدائي واعدادي خلاص الموضوع ده مذاكرتوش مش هيعدي عليا تاني؟ لا والله العظيم بيعدي عليك كتير، وخصوصا لو انت كارهه بتشوفه كتير جدا جدا جدا. فاللي انت مش فاهمه افتح يوتيوب، اعمل سيرش، ابعت لنا نشرحه لك، لكن ما يبقاش عندك درس تقول انا ما بحبش الحتة دي. والله العظيم بجد بص هتطلع لك في كل مكان، وهتكتشف في النهاية ان انت مكنتش بتحبها بلا سبب. الموضوع سهل جدا ان شاء الله، فانتوا تستعينوا بالله كده وتبدأوا. مطلوب منكم ان انتوا بس تظبطوا الخطة بتاعتكم اللي هتمشي بيها، تعملوا جدول. مفيش حاجة اسمها انا عارف في دماغي انا هذاكر ايه، ده غلط. لازم عينك تشوف قدامها انا ورايا ايه. الجدول اعمله بالليل، اصحى الصبح ما ضيعش وقت فانا هذاكر ايه، لا انا عارف من بالليل في ال5 دقايق قبل ما انام انا بكره هصحى اعمل كذا وكذا. هتصحى من النوم هتلاقي نفسك دايركت رايح على اللي انت بتعمله، مش لسه قاعد تفكر هو احنا خدنا ايه وورانا ايه وهسمع ايه وهذاكر ايه. يجي الامتحان يبقى انت مظبط نفسك وعامل حسابك ان انت كل المعلومات دي انت قراتها، كل المعلومات دي انت مسكمها، هتعدي عليها كده بعينك. مفيش حاجه اسمها الماده دي المديول ده بدرجتين ثلاثه مش هذاكرها، لا يا جماعه ما ينفعش كده. ذاكروها وليله الامتحان ممكن ما لحقتش ارجعها خلاص، لكن والله ما ينفعش ان احنا نلغي عشان خاطر الدرجات. طب وبعدين اما تيجي مثلا تاخد الكلينيكال في سنه رابعه وخمسه وسته ونيجي نتكلم على حاجه فانت مش عارف الحاجه دي، انت ما ذاكرتهاش، ما مش عارف الاناتومي بتاعها، الفسيولوجي بتاعها، هتبقى الموضوع برضو صعب. حتى لو ناسي انت تيجي في السنين اللي بعد كده ناسي، بس انت لما تيجي تذاكر هتفتكر ان احنا الاساس كان كذا، لكن تخيل حاجه انت هتذاكرها مش عارف اساسها كان ايه. انا مش عايزه اصعب الدنيا عليكم ولا افهمكم ان الوضع صعب ولا حاجه، الدنيا لطيفه، وخد الموضوع ببساطه لان الاسترس في الطب يعني ما شاء الله عليه في كل السنين. إيه لازم تعدي على المعلومه مره. ليله الامتحان دي بقى ربنا ييسرها، عرفت ترجعها تاني، عرفت ما عرفتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس سيستم نفسك من اول المديول عشان تيجي في الفاينل في السيمستر تلاقي نفسك في نهايه المديول، لا الدنيا معاك ان شاء الله تبقى متظبطه، تبقى احسن من اللي فات. انتوا لسه في سنه اولى ولسه كل واحد بيحاول يكتشف الطريقه الصح اللي يعرف يجيب بها درجات، احنا في النهايه عايزين نفهم وبرضه عايزين نجيب درجات. فكل واحد كده يشوف هو اثر مع في ايه في درجات السيمستر اللي فات او اللي قبله، ويشوف ايه اللي هو عمله غلط يبدا يصلحه. ما بحطش جدول احط جدول، كنت بذاكر ما بشوفش اسئله، لازم تشوف اسئله، لازم تبقى عارف ان انت الاسئله هي اللي بتخليك تبقى عارف ايه الكومون، ايه الاسئله اللي بتتكرر. على الاقل ابقى يعني مش بقرا كل المعلومات، مش بدخل كله ليله الامتحان، ما فيش وقت لده. انت تبقى قصاد كل مثلا سؤال، السؤال ده بيتكرر كتير، اعمل جنبه علامه، حرف كيو، علامه استفهام، السؤال ده بيتكرر وانا براجع ليله الامتحان بعرف انا هركز على ايه واطنش ايه، مش بقرا كله وخلاص، ده صعب. إيه ان شاء الله ربنا يعينكم ويوفقكم. زي ما قلت لكم هنستنى منكم الفيدباكس عشان خاطر نعرف احنا هنكمل ولا مش الموضوع مش فارق معاكم، وان انتوا لما تختاروا مننا مواد نشرحها بلاش نختار الماده كامله، يعني هيبقى صعب علينا جدا. واحنا والله بجد عايزين نساعدكم وعايزينكم تبقوا فاهمين طب وفعلا تنجوي ميديسن وبرضه تجيبوا درجات. فلو في حاجة واقفة قدامكم في مواد تانية زي ما بقولكوا كده، يعني شوفوا ايه الجزء اللي واقف قدامنا وابعتولنا، اللي واقف قدامكم وابعتولنا، بلاش المحاضرة كاملة عشان بس ايه، بلاش المادة كاملة عشان نقدر فعلا نساعدكم ونكمل. بالتوفيق، وكمان يكون كلامي ده خفيف عليكم ولطيف، وانتوا والله زي اخواتي وانا اخواتي بالفعل معاكم، فاحنا يعني عايزين نساعدكم.
يلا باي باي، اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية، الى اللقاء.